دبابيس ضغط على قاعدة التواليت وخاتم خطوبة حلو وعود أسنان في مكان مؤلم. شوفوا مقالب المرتبطين المضحكة معنا في الفيديو الجديد. أهلا يا حبيبي، حصل إيه لحواجبك؟ إحنا محتاجين نعمل لهم واكس دلوقتي حالا. خليك واثق فيا، أنا عارفة إيه الأحسن ليك. أنا محظوظ، بعد ما أشيل الشريط ده هيبقى عندي بقع من غير شعر. هو المفروض هفضل ماشي بالشكل ده لحد إمتى؟ أنا مش عايزة أتخلص من رجولتي، لو سمحتي رجعي لي حاجبي الغالي القديم. حبيبي، هو أنت لسه حاطط الشريط ده على حواجبك؟ ده مجرد هزار. وهو حاجبي لسه موجود. انتي خدعتيني يا ساحرة الحواجب. انتي اتفضل شيل اثار المقلب بالوايبس. هنضيف جليتر في منديل وايب. ونطبقه. ورجعه مرة تانية في العبوة. بن حاسس زي ما يكون ولد صغير، والمقلب التاني برضو. دلوقتي انت بتلمع زي عروسة البحر، وده عجبني. الزوجين السعداء هيتعشوا عشا عادي في كافيه، لكنه بيتحول لجو رومانسي جدا بشكل مفاجئ. موسيقي؟ هو ده جه منين؟ بتلات ورد؟ مين هيدفع تمن كل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ حبيبي، انا عندي ليك مفاجأة. تقبل تتجوزني؟ نغمس قطع السيريال على شكل خاتم في جليز شوكولاتة، ونزينها بسبرينكلز. نشيل الخاتم الحلو في علبة مجوهرات فاضية. أوه، الرجالة بقوا حساسين أول يومين دول. ده مجرد مقلب، وده نفع تمام. دلوقتي أنا ممكن أكل الخاتم الحلو بتاعي. ممكن تلاقوا حاجات مهمة كتيرة في التواليت، لكن مش راس. أنا ما كنتش متوقع ده. وبس، ده كان كتير شوية. أوه، كوكيز. أنا في مود إن آكل سناك. طعمه لذيذ جدا. بن، أكل الطبق كله كان فكرة وحشة. الكوكيز دي مش للي معدتهم ضعيفة. نضيف ملايين لعجين كوكي سابقة التجهيز. نفردها ونقطع كوكيز على شكل قلب. نخبزهم حسب الوصفة. نغمس الكوكيز الجاهزة في جليز بينك، ونزينهم بسبرينكلز على شكل قلب. أوه، أنا حاسس زي ما أكون عيان. أنتي متأكدة إن الكوكيز دي كانت طازة؟ أنا محتاجة أروح للتواليت دلوقتي حالا. لكن مفاجأة تانية مستنية بين في التواليت. مفاجأة مسنونة جدا. نلزق دبابيس ضغط في قاعدة التواليت. نغطيها كلها. هنستخدم صمغ سخن. ايه المقلب المشوت ده؟ مش قادر استنى اكتر من كده. انا لازم اجري للشجر، الطبيعه هتساعدني. دلوقتي احنا هنبدا نتسلى شويه. بني اصحى، في حد بيتصل بيك. نسبك جراب موبايل سيليكون على ورق زبده. نغطي كل الفتحات في الجراب بصمغ سخن. ندوب جيلاتين في شوية مية. نضيف لون طعام غامق ونصبه في الجريب. نخرج الجيلي من الجريب بعد ما يجمد. ايه؟ مين ده؟ حصل ايه الموبايل؟ هاها،
وقعت في مقلبي. بن اتكلم مع جيلي. حظ سعيد. أنا حابب أقعد في سلام شوية، لكن حبيبتي بتحول التنظيف لعرض فني. هي نجمة روك وفي حد تاني بيعض في التراب. أنا عايزة أخلص المزيكا دي. في إيه؟ العرض لازم يستمر. بيبدأوا الخناقة على المزيكا. لكن أنا عندي مفاجأة، دي هدية صغيرة. أوه يا ربي، دي ليا؟ سماعات وايرلس، أنا كنت بحلم بيهم من مدة طويلة. بني، أنت مدهش. هي، إيه ده؟ في أسلاك كتيرة في سماعاتي الوايرلس لسبب مجهول. بن، مفيش مشكلة كبيرة، المقص ممكن يصلحها. هنحول السماعات العادية دي لسماعات وايرلس في أقل من ثانية. استمتعي. العف. حبيبي، كل شوية كوكيز. فين فنجان الشاي بتاعي؟ مش بعرف أكل كوكيز من غير شاي. طيب، الشاي بتاعك جاهز، ده في أحسن مج. نكتب أنا وشكل بيضاوي على المج باستخدام لون أكريليك. نلزق أنف خنزير مطبوعة من تحت. وادي الشاي بتاعك يا عزيزي، استمتع. المج ده بيبين روحك الحقيقية، خنزيري الحبيب. يلا نصور صورة، انستجرام لازم يعرف قد ايه انت جميل. بص، بن مشغول بالشغل على اللابتوب بتاعه، لكن حبيبته مش سايباه. هي بني، انت بتعمل ايه؟ أنا عندي حاجات كتيرة عايزة أقولها لك. أنا حتى لسه ما قلتلكش إيه اللي حصل في الحلقة 48 من مسلسل التي في اللي بحبه. بني، شوف كده أغنيتي الجديدة، أنا بهديها لك. بني حبيب قلبي، أنت مش بتبين أي اهتمام بيا. أوه لا، قلبي بيوجعني، افتكر انها ازمه قلبيه. في ايه؟ مستحيل ان الاقي رد من الراجل ده، رغم ان كل اللي انا محتاجاه هو اني اتخلص من اعز اصدقائه. انا هامن اللابتوب بشريط لزق دبل فيس. كده، وهتعامل مع الماوس بطريقه مسليه اكتر. حصل ايه لجهاز اللابتوب بتاعي؟ فهمت، مقلب مزدوج. والماوس؟ ايه ده؟ دي تحية من حبيبتي. طيب، ده مضحك، انتي مبدعة جدا. حبيبتي، اجهزي لمفاجأة، انا عندي ليكي عشا رومانسي. ورد، شموع، وبرجر مع بطاطس مقلية. هي يامي. ايه؟ هو مقلبي فشل؟ كنت متأكد جدا ان حبيبتي بتكره الوجبات السريعة. احنا مش عارفين اي حاجة عن الناس اللي بنحبهم، وهي كانت بتقول ان في سعرات حرارية كتيرة في البطاطس المقلية. لذيذة، شكرا يا حبيبي، لكن مش هتقدري توقفيني بالسهولة دي. حبيبتي، مش عايزة شوية كوكاكولا؟ نشيل ليبل من على ازازة الكوكاكولا ونجمع ربطات شعر على الإزازة. ونلزق الليبل من فوقهم. أنا نفسي في شوية، الكوكا هي اللي بحبها. أوبس، مش قادرة أتخيل هو ده حصل إزاي؟ أنتِ كلك مبلولة، يا مسكينة. يا ترى عجبك شاور الكوكا بتاعك؟
أنا عارفة حبيبي محتاج لإيه. أنا لازم أجهز. الحمد لله إن حبيبتي عندها طن مستحضرات تجميل علشان تهتم بيا. بشرتي شكلها جميل فعلاً. ودلوقتي هسرح شعري. نصب ماسك البان في عبوة جيل فاضية. ما تتكسفش، استخدم كتير. أنا وسيم جداً. أوه لأ، هو الجيل ده كان فيه إيه؟ باي باي يا شعري الجميل. إحنا بنتفرج على التلفزيون مع بعض، لكن خلي بالك يا بن، أنت هتشوف فيلم رعب حقيقي في الحياة الحقيقية. نكسر عود أسنان. نستخدم صمغ رموش لتثبيته في شفايفك. آه ساعدني، في عود أسنان بيهاجمني. حبيبتي أنت محتاجة شاش، مسكنات، حقن. طيب هدي أعصابك يا بطل، ده كان مجرد مقلب. أنت خفت خالص يا ناعم. أنت اهدى لأنك لسه محتاج شوية طاقة. أكتر مقلب مرعب لسه جاي. عجبكم مقالبنا للمرتبطين؟ يبقى اكتبوا في التعليقات ازاي هتعملوا مقالب في نصكم التاني. هتشيلوا حواجبهم بالشمع؟ هتقدموا لهم خاتم حلو؟ ولا هتثبتوا لهم دبابيس ضغط على قاعدة التواليت؟ وما تنسيش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش مقالب المرتبطين الجديدة المضحكة من تروم تروم.